حياتي ما تبهدلت مثل هيك بهدلة. ماني مصدقة نحنا نوصل لهون. أنا كم مرة قلت لك ما فيني شوه مكانتي التجارية بهيك محكمة. معناها شايف شو اللي صار فينا بسبب مكانتك التجارية، ما هيك؟ لك إجينا لعند إجريها وكأنه الخاتم هو خاتمي. كيف يعني هلا؟ بدك إسراء تجي لهون وهي حامل؟ بعدين طالما الخاتم مو خاتمك ليش كبرت الشغلة؟ يلا امشي لشوف شو بدنا نعمل. جيت. زهرة خانم؟ تفضلوا. مين اجا يا زهرة؟ نحنا اجينا لحتى نعتذر منك. طبعا زعلنا كتير لما لقينا الخاتم، ومنيح قبل ما تكبر الشغلة. هلأ نحن بدنا نجي من الأول، بس استنينا شوي لبين ما تهدى النفوس. نحن منعرف قديش متضايقين وبدنا نحل هالمشكلة بيناتنا. رجعوا لجيبتك يا أفندي. شو أنتوا ما متعلمين كيف تعتذروا من الناس بأدب؟ لا يا أخي، أنتوا جايين تعتذروا بس مبين جايين بدون نفس أساساً. يعني جايين لأنكم خايفين من المحكمة، بس أنا ما رفعت الدعوة حتى تدفعوا لي مصاري أبداً. أنا رفعت الدعوة مشان رد اعتباري وتعرفوا كيف تتعاملوا مع الناس. أنا إذا هيك شو بيفيدني الاعتذار؟ يلا روحوا، الله معكم. إيش هو هاد يا أمي؟ والله خليتيهم يخرسوا. استغفر الله العظيم. لك كل ما بينعصوا بيمدوا ايدهم على جيبتهم. صحيح نحن ما عنا شي وعلى قد حالنا، مفكريننا رح نطمع بمصاريهم. والله اعصابي توترت منهم. خلص امي انت ما توتري اعصابك. استغفر الله العظيم على القصة. بابا عم قول لو منروح سوا على الجامع مشان صلاة الظهر. ماشي يلا، لكن أنا رايح أتوضى. ماشي بابا. برافو عليك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.